حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله المحمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معرض الدوحة الدولي للكتاب. نعم، مرافق سعادة أحمد بن عبد الله آل محمود سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، وبحضور عدد من سعادة السفراء ووزراء ثقافات في الدول العربية والأجنبية. تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 25، والذي أصبح أحد معالم الثقافة في الدولة. نحن سعداء بافتتاح هذا المعرض، معرض الكتاب، والذي يهم الجميع. وكما تعلمون أن الكتاب أصبح عنصر أساسي للمعرفة، والمعرفة هي الأساس الآن في تقدم الأمم. ودولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله حريصة دائما على الالتقاء وعلى إحضار معظم الكتب من جميع الدول ومشاركتهم لتكون هناك الثقافة رابط ما بين الشعوب ورابط ما بين الدول وتبادل الأفكار والعلم والمعرفة. وشهد افتتاح المعرض الذي يحتفل بيوبيله الفضي حضورا رفيع المستوى وحشد من المثقفين والكتاب ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم، بخاصة أنه يقام لأول مرة في مركز قطر الدولي للمؤتمرات. احنا يسعدنا أن معرض الكتاب لأول مرة يعقد في مركز المؤتمرات وبهذا الحجم وبهذا الحضور من إخواننا العرب ومن أصدقائنا الأجانب. سعيد بأن يصاحب هذا المعرض لأول مرة مهرجان سيستمر فترة وجود المعرض لمدة 10 أيام، وفيه أعمال كبيرة جدا. اليوم هناك عمل كبير صخر قريش، أيضا سيقدم إن شاء الله عرض مهم جدا وهو عرس الزين، وهي أول مسرحية قطرية ولكنها ستكون باستعمال التكنيك الحديث، ولذلك إن شاء الله ستقدم بطريقة أخرى. وأيضا سيصاحب هذا المهرجان فعاليات ومحاضرات وندوات لن تتوقف سواء في الصالون الثقافي أو في القاعات المخصصة للمحاضرات. وتعد هذه الدورة استثنائية بامتياز لجهة المشاركة والنشاطات المصاحبة، إذ بلغ عدد أجنحة المعرض 432 دار نشر من 29 دولة عربية وأجنبية و72 توكيلا لدور نشر، ليصل عدد العناوين إلى نحو 12,000 عنوان عربي و2500 عنوان أجنبي. وفي فعالية خليجية وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، عقد في شيراتون الدوحة اليوم الاجتماع الأول التأسيسي للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم، مناقش الاجتماع عدد من البنود من أهمها سبل التعاون المشترك في مجال التربية والتعليم واختصاصات لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس. التفاصيل بنشوفها في التقرير التالي. الاجتماع التأسيسي الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تركز على نقاش مهام اللجنة واختصاصاتها، إضافة إلى القضايا التربوية والتعليمية ذات الأهمية المشتركة. أبرز التوصيات وفيه أن يعني تحقيق أو توضيح صورة الأهداف الرئيسية للجنة وزراء التربية والتعليم، وبعض القرارات فيما يتعلق بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون. الجديد في هذا الموضوع أن اليوم يعني تم أول اجتماع للجنة وزراء التربية والتعليم في دول المجلس،
ويعني هذا إطار يعني يساعدنا في تحقيق وتنفيذ قرارات أصحاب السمو والجلالة القادمة. اللجنة ستركز جهودها على الجوانب المتعلقة بالسياسات والتوجهات وترك الجوانب التنفيذية للجهات المختصة دفعاً لمسيرة العمل التربوي الخليجي المشترك نحو الأفضل. الحين نواصل معاكم مشاهدينا الكرام مراحل بناء بيت العمر. طبعا دائما في ترحيب نتناول هذه الفقرة المهمة يعني اللي من خلالها نبين بعض النشاطات أو الأشياء الأساسية لابد أن تتواجد في بيوتنا، وخصوصا للناس اللي يعني أول مرة تكون لهم هذه التجربة. وطبعا تركز على جميع مراحل بناء البيت، بداية طبعا من التخطيط حتى استلام البيت. وفي الفقرة السابقة أتوقع الأسبوع اللي راح تحدثنا عن مرحلة عزل القواعد وأهميتها أيضا. نعم، اليوم معنا في الاستديو المهندس خليفة إبراهيم البدر، عضو جمعية المهندسين الإلكتريين، على أساس يحدثنا عن عملية إنشاء حزام الجسور والأرضيات للدور الأرضي. مرحبا ومسهلا بك يا مهندس، ونبغي نعرف يا أبو إبراهيم يعني قبل لا نبدأ في المرحلة اللي احنا وضحناها للمشاهدين، عندنا تقرير بسيط تفضل تكلم عن هذا الجزء اللي هو خلنا نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن مرحلة بناء البيت، ونرجع نكمل مع المهندس خليفة إبراهيم البدر مراحل البناء. بعد الانتهاء من مرحلة العزل الأولي على مستوى الأساسات، يبدأ العمل في إقامة أرضية الدور الأرضي، وتشمل هذه المرحلة أعمال النجارة والحدادة التي تهدف إلى إنشاء ما يعرف بحزام الجسور للدور الأرضي. وتبدأ هذه المرحلة بعملية الردم لطبقات من 25 إلى 35 سنتيمتراً لغاية الوصول إلى مرحلة ما تحت الجسور، حيث تبدأ عملية النجارة لتحديد منطقة جسور الدور الأرضي بإقامة قنوات خشبية، وبعد ذلك تعمل مرحلة الحدادة على إقامة الهيكل الحديدي لهذه الجسور تمهيداً لصب الخرسانة فيها. وبعد إقامة هذه الجسور تبدأ مرحلة العزل الثانية بمادتي البوتومين والبولسلين لضمان عدم تأثر هذه الطبقة الأساسية بالعوامل السلبية في التربة قبل صب أرضية الدور الأرضي. وتكتسي طبقة جسور الدور الأرضي أهمية كبيرة في تماسك المبنى وشد هيكله من الأسفل بشكل متناسق. مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير المفصل عن عملية بناء الجسور، ولكن بنروح وبناخذ مع ضيفنا الكريم التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. أبو إبراهيم، أول شيء حياك الله في ترحيب. الله حييكم، وصراحة نكرر الشكر لكم لاستضافتنا اليوم، صراحة وهي فرصة جيدة. واجبنا الله يحفظك. الله يرحم والديك. الله يشكر على واجبنا. خالد مستانس على فقرة بيوتنا ومستانس. والله استفدت منها واجد والله. فعندك سؤال ان شاء الله ان شاء الله. طيب ابراهيم، انا ودي اسالك يعني اول شيء ما اهميه عمليه بناء الجسور؟ شنو هي الاشتراطات الواجب توفرها في هذه العمليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عمليه بناء الجسور هي حقيقه مهمه جدا، وهي اللبنه الاولى لقيام المبنى او الفيلا بشكل متماسك وكامل. بالضبط. هاي تعتبر هي للتقاسيم، تقدر تقاسيم الأبعاد للفيلا هي تتحكم بها الجسور عن طريق الجسور هذه الأرضية. بالضبط. طبعا بادي أنذر بدء، أول مرحلة في أهم نقطة هنا نبي نشدد عليها قبل البدء بالجسور، هذا هو نصح أصحاب المشاريع
لبيوت العمر يعني. أن لابد أن بداية أن يأخذون تقرير مساحي للمنطقة اللي يملكونها من حسب تخطيط الملكية، لأن مرات كثيرة صراحة الشباب يعني يروحون والأرض يعني تتشابه بعد ساعات. يأخذون التخطيط من وين؟ تخطيط من إدارة المساحة. من إدارة المساحة. نعم، ونياشين يحطون نياشين بكل بساطة بحيث إن يتفادون إن يبنون في أرض جيرانهم مثلا، بالضبط أرض الغير. وبعدين لينيات الاتمام شهادة اتمام البناء يقول لك والله مو بأرضك، تعال هردم ولا تعال ساوم الشخص ولا. فهي نقطة صراحة بسيطة بس مهمة جدا. هو التقرير المساحي. تقرير مساحي. نعم تقرير مساحي. احنا بعد بدورنا نوجه للمشاهدين اللي يبنون تقرير مساحي. هو طبعا هاي بدايه البناء. نعم. او قبل بدايه البناء. قبل اول ما تستلم الارض لابد ان نحط نياشين على حسب الملكيه، تخطيط الملكيه. فيطلع معك واحد من اداره المساحه جزاهم الله خير الصراحه الجماعه مو مقصرين. نعم. يطرشون معك واحد ويحطوا لك قدامك مول النياشين. خالد سويته صراحه؟ لا والله لحمس ان شاء الله السنه الجايه. لازم هاي خطوه صغيره بس مهمه جدا والله. وانصح جميع صراحة المواطنين أن يعملونها سواء أن يعرفون أرضهم ولا ما يعرفون. حطها نياشين وتكون فوق. نعم احنا الأمانة دائما نركز على هذه النقطة حتى مع كل الضيوف اللي يجون يتكلمون عن هذه النقطة. يعني حمد يعني مراحل بناء البيت يعني يمكن تكون معقدة نوعا ما عند يعني السادة اللي المستهلكين أو أصحاب المنازل. يعني حتى احنا ما نعرف. يعني أنا واحد من الناس اللي ما عندي خبرة، لكن عشان تعطيني بيت من بيوتك توفر علي. أنا كلي لك يا خالد، أحب أهل إنسان في الله يا أخي. الله يحبك ويعافيني فيك، جزاك الله خير. في نقطة ثانية مهمة أيضا نشيك مع مستوى البيت. نعم. لابد ان يكون مستوى البيت اعلى من الشارع. نعم. يعني دائما ناس وايد ما يروحون اشغال ويشيكون مستوى الشارع ويضطر للاسف بعدين ما يتاكدون من مستوى البيت فيطلع مستوى البيت انزل من الشارع. انزل من الشارع. اي فهي صارت مشكله كبيره بعدين تصريف مياه الامطار. صحيح. فلا بد ان هالشيئين. نعم. مع انهم خطوتين بسيطتين لابد انصح الجميع ان احداثيات مساحة البناء الاحداثيات والنياشين. نعم. للملكية حسب هذه من إدارة المساحة يطلع معك واحد وأخذ يا جماعة أخذوا مستوى الشارع. نعم. وعلى أساسه تبنون البيت أرفع من الشارع بحيث تفادي جميع يعني المشاكل اللي يمكن تصير تصريف مياه الأمطار بشكل. نعم. صحيح. نعم خلال تأسيس الدور الأرضي يعني في هناك عملية استكمال لاحقة نبغى نتكلم على عملية اللي هو تمديد الكهرباء. نعم. شلون نسويها؟ طبعا سؤال جيد هاي الصراحة، ولا بدنا هنا يعني نعمل صراحة أكثر من خط تحت أن المقاول لازم يلتزم بالمواصفات الفنية. نعم. اللي يقرها الاستشاري عند التصميم. هناك مواصفات فنية تكون مع مرفقة مع التصاميم، والمواصفات الفنية حسب مواصفات الدولة اللي هو كهرباء، الأشياء الخدمية مثل كهرباء. نعم. والصرف الصحي. وهي حاطة مواصفات، فلا بد أن يكون المقاول حقيقة يلتزم فيها ويأخذ المقاولين بالباطن اللي هو عندهم التراخيص اللازمة، اللي عندهم الليسن مثلا اللي يقدر يسوي مثلا الكهرباء تمديدات الكهرباء بحيث انه ما يتفادى بعدين المشاكل هذه مشاكل. نعم. عند الاستلام المشروع يقول لك والله الكهرباء مش حسب المواصفات ولا التمديدات ولا بعدين تطلع لك لان هاي بيت العمر بيت. صحيح. اقل شيء 30 سنه. نعم. مو والله سنه وسنتين وهذه. نعم. فلابد ان يكون حسب المواصفات ولابد ان يكون اماكنهم حسب المواصفات بحيث انه لما يجي ويخلص البيت ويكون توصيل انت بكرامة الصرف الصحي ولا شيء يكون خلاص عارفين الشغله اقرب هذه مو بيكون مكان غير. نعم. فهي النقطه ايضا اوجه. نعم. صراحه ان شاء الله باذن الله اختيار المقاول اللي ابو ابراهيم انا ودي اسالك سؤال يعني ودي اسالك عن جوده عمليه او جوده مواد البناء المستخدمه في بناء الجسور وفي بناء يعني الاساس اساس المنزل وبايجاز لو سمحت. ممتاز حقيقه يعني المواد البناء ولله الحمد الموجودة في قطر تمتاز بجودة حقيقة جيدة بشكل عام. نعم. ووفرة من نفس الوقت يعني الحمد لله المواد الأولية للبناء متوفرة بشكل الحمد لله. نعم. بشكل دائم مع الطفرة العمرانية طبعا احنا نشهد طفرة عمرانية حقيقة تتميز فيها في
في يعني منطقة الجوار بسبب مشاريع كأس العالم والالتزامات الدولة في أكثر من المشاريع القائمة عليها. نعم. فهذه صاحبة مادة أولية، بس إحنا الحمد لله مو حاسين فيها إنه والله المواد الأولية إنه في نقص، الحمد لله في وفرة، وبالعكس في وفرة وفيها جودة أيضا، نوعية جيدة. نعم. يعني حقيقة كل ما بس حقيقة لابد هنا إن المالك يلتزم ومع ويراقب المقاول إنه يلتزم بالمواصفات باختيار المواد الأولية. نعم. نعم. المهندس خليفة البدر، نبغي كلمة أخيرة أو نصيحة توجهها للشباب. نعم. ولكن بإيجاز إن شاء الله. ممتاز. حقيقة أول نصيحة يا جماعة اللي بيقدم على هالمشروع إنه يأخذ يختار المهندس الاستشاري الجيد، ما نروح حق نسترخص أي شيء، لأن التصميم هو يعني لبنة البيت كامل. صحيح. وأنصح أنه يعطي كل متطلباته للمهندس التصميم، لأن أي تغيير في الورق سهل، لكن صحيح. بعدين والله لما يكون في البيت والله إضافة غرفة بيكون فيها آلاف صراحة. صحيح. فلا بد أنه حقيقة يعكس كل رغباته عند المهندس والاستشاري اللي بيصمم له. ويعني والله يبارك لهم في بيوتهم إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. المهندس خليفة إبراهيم البدر، عضو جمعية المهندسين الإلكترونيين، شكرا على هذه النصائح وشكرا على ما تقدمونه للشباب القطري أو المقبل على حتى على سواء كان شباب القطري المشاهد أو حتى جمهور قناة الريان اللي يشاهدون ومقبلين على بناء أو حتى بدوا في بناية بيوتهم. وإحنا صراحة في الشوفة حقيقة كجمعية المهندسين القطريين صراحة لأي نصائح احنا في الشوفة، هناك لجنة المواطن بيض الله وجهكم، في الجمعية واحنا في الشوفة بيض الله وجهكم. بجيكم انا وخالد عشان ان شاء الله نستشيركم. ان شاء الله بيض الله وجهكم. اذا اعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلين معاكم، ولكن بنطلع الفاصل القصير وبنتابع بعده. التحضيرات على قدم وساق للنسخة الثانية من المؤتمر التدريبي نحو عالمية المؤسسة برعاية أريدو، انتظرونا.